كيف أجيب على شبهة بعض الكفار إذا قال أن دين الإسلام فيه الحث على القتال والحروب؟ قتال الذين يقاتلون، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالذي يخاف أنه يقاتل هذا يقاتل، أما الذي لا يقاتل المسلمين هذا يترك ولو كان كافر. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، حذر من قتل الرهبان في صوامعهم وقتل النساء، نساء الكفار، لأنها لا تقاتل. وجد أو رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، استنكر هذا. إنما يقاتل الذين يقاتلون إما بالفعل وإما بالمستقبل، يعني هم يصلحون للقتال. نعم.